أسعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من استوديو المنتصف. مشاهدينا الكرام، سنناقش اليوم عدة ملفات وقضايا في الساحة اليمنية، ولعل أبرزها أيضا هو افتتاح اليوم وتدشين العام الدراسي الجديد من قبل رئيس الوزراء اليوم في مدينة عدن. هناك قضايا أخرى أيضا سنتناول منها طباعة عملة جديدة للجمهورية اليمنية، خاصة بعد نقل البنك المركزي إلى عدن. سنتحدث عن يعني تفاصيل هذه العملية، طباعة هذه العملة وكيف ستكون وما تداعياتها أيضا، إضافة إلى آخر التطورات العسكرية اليوم من محافظة الجوف، سنتناولها بالتفاصيل بعد فاصل قصير. إذن دشنا رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغرة اليوم العام الدراسي الجديد في ثانوية البيحاني النموذجية بعدن، وأشاد رئيس الوزراء بالدور التنويري الذي تقوم به ثانوية البيحاني وتخريجها الكثير من الأجيال المتسلحة بالعلم والمعرفة، مؤكدا بأن الحكومة تسعى دائما للارتقاء في مستوى التعليم وتحاول وفقا للإمكانيات المتوفرة تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه المؤسسات التعليمية في كافة أرجاء الوطن. من جانبه أيضا، ثمن وزير التربية والتعليم زيارة رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر في اليوم التدشيني للتعليم، مشيدا بمواقف الحكومة إزاء قضايا التربية والتعليم. إذا مشاهدينا، دعونا نستضيف معنا أيضا اليوم سعادة الوزير عبد الله لملس وزير التربية والتعليم. مرحبا فيك سيد عبد الله. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا فيك. إذن سيد عبد الله، بدأ العام الدراسي الجديد في ظل أوضاع سيئة تشهدها اليمن بشكل عام، لكن ربما هذه تبدو بادرة جيدة اليوم. حاليا كيف نستطيع أن نرى قيام وزير يعني قيام رئيس الوزراء بتدشين هذا العام الدراسي بحضوركم أنتم في وزارة التربية والتعليم والكادر التربوي والتعليمي اليوم في مدينة عدن؟ في مدينة عدن اليوم تم تدشين العام الدراسي الجديد 2016-2017، وهذا التدشين يؤكد على الإصرار القيادة السياسية على تطبيع الحياة الاجتماعية والطبيعية لذهاب الناس إلى أعمالها، والطلاب إلى مدارسهم، والعمال إلى مصانعهم، إلى موانئهم، وإلى سفرهم، وإلى أعمالهم الخاصة. تبدأ الحياة الطبيعية ببداية العملية الدراسية وبعملية الذهاب للجامعات. العام الدراسي اليوم يبدأ بحضور رئيس الوزراء، وهذا إصرار أيضا على أن الحياة أيضا يجب أن تستمر حتى وإن كانت العمليات الحربية لا زالت جارية في بعض المحافظات. ويأسفنا القول أن المحافظات غير المحررة لم تلتزم بتوجيهات وأوامر وزارة التربية والتعليم ببدء العام الدراسي، واختاروا لهم بدء آخر بعام دراسي آخر في 1 أكتوبر، وهذا يدل على انقلابيتهم وعلى انفصاليتهم أيضا. طيب دكتور عبد الله، يعني بعد عودتكم إلى مدينة عدن وعودة الحكومة بشكل عام، كيف وجدتم الوضع التعليمي في هذه المحافظة أو بكل المحافظات سواء المحررة وغير المحررة؟ بالمناسبة أنا لم أغادر عدن إطلاقا، أنا موجود في عدن طوالي، والعملية التعليمية يعني سارية منذ العام الماضي، وأنهينا الاختبارات الوزارية، والآن نتجه إلى 14 أكتوبر إلى إعلان نتيجة الاختبارات الوزارية للطلاب في المحافظات المحررة. وطبعا العملية التعليمية تواجه صعوبات، صعوبات طارئة وصعوبات دائمة. الصعوبات الطارئة هي المدارس المحطرة سواء كانت كليا أو جزئيا من أثر الحرب اللي شنها الميليشيات المسلحة للإنجليزيين. واليوم نبدأ الدراسة ب 50% من الكتب الدراسية نتيجة عدم طباعتهم للكتب بشكل كامل، وذهاب الإمكانيات الخاصة بالكتاب المدرسي إلى المجهود الحربي. ايضا تواجهنا قضيه المدارس التي لا زال يعيش فيها نازحين. طيب دكتور عبد الله بالتاكيد، دكتور عبد الله بالتاكيد انتم لستم على راس وزاره التربيه والتعليم فقط في المدن المحرره، وانما ايضا في المدن التي يسيطر عليها الحوثيون.
الآن كيف هو وضع الطلاب أيضا المتواجدين حاليا في صنعاء والمدن التي سيطر عليها الحوثيون؟ من يتبعون حاليا؟ من يشرف أو من يتحكم أيضا بعملية العملية التعليمية هناك؟ أقصد من ناحية الشهائد، من ناحية المسيرة التعليمية بشكل كامل. للأسف مدراء مكاتب التربية والتعليم في المحافظات غير المحررة لم يلتزموا بتعليماتنا وتوجيهاتنا، وبحكم القبضة الحديدية للإنقلابيين في المحافظات غير المحررة، ونحن نعذرهم على ذلك، ونحن ندرك أنهم يعني مغصوبين على أمرهم، ولكن سيأتي اليوم الذي يتحرروا فيه ويتبعون الشرعية شاء من شاء وأبى من أبى. طيب كيف تتعاملون مع هذا الوضع الآن؟ ماذا تريدنا أن نعمل إذا كنا توجيهاتنا وأوامرنا ورسائلنا وخطاباتنا يرفضوها ولا يتم التعامل معها؟ نعم، أقصد يعني أن الشهائد معترف فيها في المناطق التي سيطر عليها الحوثيون، وسيغدو الوضع على ما هو عليه حتى تأتي السلطة أو الحكومة الشرعية لتمارس مهامها في كل الأراضي اليمنية. نعتبر هذا حالة طارئة ومعقدة إلى أن تعود السيادة للجمهورية اليمنية ولقيادتها الشرعية المعترف بها يمنيا وعربيا ودوليا. طيب دكتور عبد الله، يعني لا شك في بأن كثير من المؤسسات التعليمية طالها الخراب، طالها القصف، طالها تفجير، وأيضا اتخذها الحوثيون في فترة من فترات أماكن يتمركزون فيها. هذه المدارس هل ما زالت بعضها صالحة للتعليم، يقوم الطلاب بالحضور إليها وأيضا يمارسوا العملية التعليمية، أم أن هناك أضرار كبيرة لحقت بالمؤسسات التعليمية؟ بالتأكيد أضرار كبيرة حصلت، يعني في حدود أكثر من 1000 مدرسة تبررت من الحرب وتحطمت وتدمرت كليا أو جزئيا، ولكن بعد تحرير المحافظات يعني عدن وأبيان ولحج، يعني الهلال الأحمر قام بترميم وإعادة صيانة وتأهيل المدارس في عدن، واليوم يعني يقوم بصيانة وترميم المدارس في لحج، وغدا إن شاء الله في أبيان، وايضا موجودين في حضرموت، وقريبا سيدخلوا الى شبوه الهلال الاحمر والهلال والاغاثه الكويتيه وكثير من المنظمات مجلس التعاون الخليجي الذين يساعدون في اعاده وتاهيل وترميم المدارس. وماذا عن وضع مدينه تعز ومأرب؟ تعز يعني مجموع المديريات المحرره بدا اليوم العام الدراسي فيها ان شاء الله، ومعارض ايضا جزء من المحافظات المحرره وبدا العام الدراسي فيها، والعمليه الترميم والصيانه ايضا ستاتي، وتوجهنا بالمطابع المدرسيه في المكلا وفي عدن الى تامين الكتب في جميع المدارس في المحافظات المحرره ومديريات ايضا المحرره في تعز. طيب هذه المناطق التي يعني موجوده بيد الحكومه وطردت منها الحوثيين، كيف تقيم أعداد الطلاب العائدين لممارسة العملية التعليمية؟ اليوم تقريبا أكثر من 2 مليون طالب وطالبة اتجهوا إلى مدارسهم في المحافظات المحررة، وهذا يعني جزء كبير من العدد الكلي للطلاب في الجمهورية اليمنية، ونتمنى قريبا أن يعني تدخل الشرعية وتعيد سيطرتها وسيادتها على بقية المحافظات. طيب دكتور عبد الله، ايضا بما يخص وضع المدرسين، هل تم تصحيح اوضاعهم؟ نعرف جميعا بان الفتره الماضيه شابه كثير من اللخبطه، اقصد انه هناك كان ارتباك كثير في الوظائف الحكوميه، هل عاد جميع المدرسين الان؟ هل مستحقاتهم ايضا متوفره والعمليه التعليميه تمشي على افضل ما يرام؟ نحن نعيش في وضع طارئ وفي وضع استثنائي يا عزيزي، نحن لازلنا في الحرب، ولا زالت محافظات تشهد حروب، ولكن من المحافظات التي تم تطبيع الحياه فيها، يعني استطيع ان اقول ان 90% من الطاقم التدريسي قد عاد لاعماله، ونسعى دائما الى تامين الاحتياجات الضروريه لاستمرارهم وحياتهم، وخاصه بعد القرار السياسي الجبار بنقل البنك المركزي الى عدن، هذا الذي نستطيع من خلاله تامين
الوسائل الضرورية نعم. لاستمرار العملية التعليمية. نعم، سألت هذا السؤال لأنه قبل فترة كان هناك معلمين في أبين وفي لاحج يشتكون من أنهم حوالي شهرين أو 3 أشهر لم يستلموا رواتبهم وظلوا يمارسون التدريس بدون أن يستلموا هذه الرواتب. هذه الإشكاليات هل تتعاملون معها أول بأول؟ هي لا زالت مستمرة العملية، لأن البنك المركزي والسيولة لم تتوفر بعد، ولكن هناك حلول قريبة إن شاء الله لحل هذه الإشكاليات إن شاء الله قريب إن شاء الله. طيب أنتم في وزارة التربية والتعليم دكتور عبد الله، هل وضعتم استراتيجية معينة أولا لتصحيح الوضع حاليا وبعدها لتقريبا السنوات القادمة يكون فيها الوضع التعليمي أفضل بكثير مما كان عليه؟ نعم نعم عندنا خطط وعندنا توجهات لتطوير العملية التعليمية. أول يعني توجه عندنا هو إعادة الوضع التعليمي إلى ما كان عليه قبل الحرب. ثانيا تطوير العملية التعليمية من خلال يعني إلغاء عملية التشعيب في الثانوية العامة، يعني سنلغي عملية العلمي والأدبي وسنفتح مسارات كثيرة، يعني سنعود إلى يعني المسارات الثانوية الصناعية، الثانوية التجارية، الثانوية التكنولوجية، الثانوية يعني بحيث أنه يكون عند الطالب مجالات واسعة وليس يعني مجال علمي أو أدبي. نعم، إذا أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد الله اللملس وزير التربية والتعليم، كنت معنا عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام نتناول الموضوع الثاني بعد هذا الفاصل ما يتعلق بطباعة عملة يمنية جديدة، ابقوا معنا.